قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منظمة أكتد مساعدات إلى مستشفى إفرين العام، وتتمثل المساعدات في أجهزة ومعدات طبية وأدوية تم تسليمها إلى مستشفى بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي إفرين ومدير مستشفى إفرين العام. بارك الله في مجهودات الإخوة اللي تبرعوا بمجموعة معدات، وحقيقة ونخص الذكر بمنظمة أكتد اللي ساهمت في تموين مستشفى إفرين العام بمجموعة من المعدات تشمل مجموعة حضانتين للأطفال ومجموعة عربات لنقل أدوية وجهاز صدمات ومجموعة من عدد من شاشات العرض الخاصة بالمرضى علاقة بقياس النبضة وأشياء زي هذه وعربة نقل المرضى.